طيب عايز اخدك لنقطه ثانيه، وهي ماذا سيضيف ناصر منسي لهجوم نادي الزمالك؟ طيب فيما يخص ناصر منسي، انا حابب ان انا اتكلم عليه النهارده في نقطتين. نقطه هي ميزه كبيره جدا موجوده عنده ومناسبه للعب الفرق الكبيره، ونقطه محتاج ان هو، خلينا نقول ان هو محتاج ان هو يتطور فيها. خلينا نبدا في النقطه اللي هي المميزه عنده واللي تنفع الفرق الكبيره، ان ناصر منسي واحد من افضل المهاجمين في الدوري المصري اللي بيلعبوا ظهرهم للملعب. انا هنا مش بتكلم عن لعيب مجرد ان هو بيستلم ويريح لاي حد جاي بوشه، لا، هو بيعرف يلعب وهو ظهره للملعب. وعشان الناس تعرف يعني ايه بيعرف يلعب وهو ظهره للملعب، اللقطات هي اللي هتوضح لنا وهتفهم معايا كمان يعني ايه بيعرف يلعب. هنا الكره الطوليه على ناصر منسي وهو ظهره للملعب بيعمل الباص، وهو ظهره للملعب بيعمل انفراد لكريم بامبو. اعتقد هنا مره ثانيه ناصر منسي ظهره للملعب، هو اللي هيلعب الكره براسه، بيصنع فرصه تانية لكريم بامبو. كل دي لقطات انا جايبها بس عشان ابروز ازاي الراجل ده وظهره للملعب بيتعامل بشكل كويس جدا. هنا بيفوز بضربه جزاء وهو ظهره للملعب. مره تانيه ناصر منسي قدام النادي الاهلي ظهره للملعب بيعمل، بيصنع فرصه. كل دي حاجات لناصر منسي وهو ظهره للملعب، وده شيء بيحتاجه دايما الفرق الكبيره اللي ما عندهاش. اللقطه دي بالنسبه لي مميزه جدا جدا من ناصر. استلم من مره واحده، حط الكوره، حط زميله في انفراد. مره تانيه هنشوف ناصر منسي ظهره للملعب بيلف ويشوط من مره واحده بشكل مميز جدا. مره تانيه كمان ظهره هنا للملعب وبيلف وبيسدد ممتاز. بشكل مميز جدا. مره تانيه برده ظهره للملعب هيعمل الكره دي بشكل مميز جدا من لمسه واحده، لمسه واحده بيودي زمايله على الجول، وعنده قرار بالظبط. انا زي ما قلت لك، انا بالنسبه لي دي ميزه مهمه جدا للفرق اللي زي نادي الزمالك او حتى بالنسبه للنادي الاهلي، اللي هو دايما المهاجم هيلعب بظهره بالظبط. انت صح. مجبر انك تلعب لظهرك، انت مش رايح بوشك، انت ما عندكش مساحه وبتلعب على هجمه مرتده. صح. فده شيء مهم جدا بالنسبه له.